منعطف خطير تشهده موجة العنف المتصاعدة بجمهورية إفريقيا الوسطى. منظمة الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر جراء تصاعد القتال الذي يضع على المحك حياة مئات المدنيين في بلدة بنغاسو شرق العاصمة بونغي. المنظمة الأممية قالت إن هجمات فصائل مسيحية قد أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 30 مدنيا، في مؤشر على تفاقم حدة الصراع على الحدود مع الكونغو. مهمة الأمم المتحدة بإفريقيا الوسطى المعروفة اختصارا بمينوسكا كانت خلال الأيام القليلة الماضية هدفا لهجمات نفذها مسلحون على مواقع تابعة لعملية حفظ السلام الأممية، وتسببت في مقتل 13 عنصرا على الأقل من القبعات الزرق بعد الهجوم المتكرر على فريق الهندسة العسكرية من الكامبوج يعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، واستهداف دورية لتجريدة القوات المسلحة الملكية المغربية التي كانت تؤمن مهمة خفر تأمين الجنود الكمبوديين. وتعيش جمهورية إفريقيا الوسطى منذ سنوات على وقع الانفلات الأمني الناجم عن الصراع القائم بين فصائل مسيحية وحركة سيليكا ذات الغالبية المسلمة، أزمة تعرف تصاعدا خطيرا خلال الأونة الأخيرة جراء التصعيد العسكري خاصة في المنطقة الحدودية مع الكونغو.